السلام عليكم جميعا. اليوم راح نشرح التكملة مع محاضرة الدكتور محمود. البارحة شرحنا أول محاضرة وإن شاء الله اليوم اللكتشر الثانية. مثل ما قلت لكم هي 5 محاضرات، بس أنا راح أشرحها على أساس المعلومات اللينكت، يعني لحد ما أشوف إنه هاي المعلومات كفاية لليوم، أوكي، حتى نمشي بالمادة. قبل ما نبدي بس أريد أقول فد ملاحظة، يعني إنه حاول من تقرأ الأورثة خصوصا لأنه ملازمة هواية، يعني إذا أنت هسه مرحلة 5 زين بأي جامعة كنت، من تقرأ الأورثو أو من تقرأ النسائية أو من تقرأ ما اللي هو الأورثو والنسائية، هذني اللي هم برانشات الجراحة، يعني من تقراهم دائما لخص، دائما خلي ببالك مثلا هسه هاي المزهة مع الدكتور محمود هي 20 سلايد، انت بالامتحان ما عندك غير نص ساعة تفض هاي ال20 سلايد، فلازم انت مأشر هاي اسي، هاي ام سي كيو، هاي الملاحظة هيج. ليش؟ لانه يوم الامتحان اللي هو الفاينل مرحلة سادسة حيكون عندك انت ملتهي بالجنرال سيرجري، ملتهي بالاطفال، ملتهي بالطوارئ، ملتهي بمواد جديدة انت ما اخذها، حتى بالنسائية ملتهي بطوارئ النسائية، زين اشياء بعد اكثر ينطوك، فقدر الامكان لخص المحاضرات، وحتى لو يعني مو منه انت تكتب وتتعاجز تسوي دفتر وتكتب، حاول تأشر على الملزمة نفسها. يعني أنا كنت أحب أقرأ على ورق لأنه أنا من نوع كلش easily distracted، يعني من أقرأ على الآيباد كل ساعة أروح على النت أو كذا، فش أسوي؟ أسحبها وأسد كل شيء وأقعد أقرأها زين وألخصها وأفهمها وطلع الزبدة مالتها وخلص، أوكي. فهالشي حاولوا تسووه وياه، يعني أنا حأشر لكم على المهم، أنتوا يومكم أشروا على محاضراتكم، ومن هسه حاولوا تسيفوها بمكان ما يمسح حتى تبقى يمكم ترجعون تقروها بالمستقبل. زين اليوم راح نشرح مواضيع كوش مهمة، مواضيع تيجي كأسيات، فأنت أشر وياي. أول شيء أهم موضوع واللي يحب الدكتور واللي يجيبه دائما هو هذا post op complication، اللي يصير وين؟ يصير بالorthopedic surgery، يعني هاي احنا جابونا اياها بالامتحان العملي وجابونا اياها بالامتحان النظري. عملي انقسم، كنا نمتحن فتش 5 دقائق، يعطينا 2 essays نكتبهم حسب الدكتور زين، او يعطينا X-ray نكتب شنو دا نشوف، وبعدين السبيشال تيست البارت الثاني من الامتحان مرحلة 5، فكنا هاي عليه درجة كبيرة، اوكي. انت احنا ما كنا شنو نعرف، يعني ما كنا نعرف شنو نقرا وشنو ما نقرا، فهسه دا اقول لك هذا مهم، هذا تحفظه، يجيك شنو؟ يجيك اساي يقول لك شنو هي الكومبليكيشن، موست كومن كومبليكيشن بوست اوب. ليش الفكرة؟ من انه انت من حتشتغل بعدين تروح بالإقامة، حتاخذ 3 أشهر أو شهرين يمكن بالكسور زين، فأنت ممكن تكون باتاتشمنت، تكون تشوف البيشنت ورا ما يطلع من العمليات مع الكسور، فلازم أنت تفحص وتشوف إذا أكو فت كومبليكيشن صار، اللي هو هسه حنجي نشرحها واحد واحد، أوكي. فأول شيء الكومبليكيشن مهم هو soft tissue swelling، هذا اللي انت تشيكه موجود ولا لا، كومن كلش كومن افتر سيرجري، خصوصا من انت درس البي او بي، واذا كان اندر بريشر. بي او بي هو الباندج او هو البلاستر اوف باريس، اللي هو البلاستر اللي انت تشد بيه الابيض، اوكي، اللي احنا نسميه جبس، اوكي. فهو هذا اذا صار اندر بريشر وصار بطريقه مو صحيحه راح يسوي سوالينج للتشو فوقه جوا، تتجمع الفلويد، فلازم نعرف انه هو كومن
ورا السيرجري. وطبعا هذا لانه سوالنج يصير بالسوفت تيشو راح يسوي بريشر على الجوه اللي هو النيرف اللي هو الارتري. الارتري راح يسوي اسكيميا، النيرف اذا بقى فتره طويله مضغوط او بقى فتره طويله ما يجي دم راح يصير باي تايم يموت هذا النيرف، اوكي، فيفقد هوايه فانكشن باللم اللي انت مسوي بيها عمليه. فهي هاي الفكره، الفكره انه احنا لازم تلاحظ السوفت تيشو سوالينج تو بريفنت الاسكيميك كومبليكيشن. شلون؟ عن طريق اللي هي طبعا شنو احنا نسميها كومبارتمنت سيندروم، هنشرحها بعدين ضمن هاي المزه موجوده بس بعدين. شلون بريفنت هاي البريشر اللي يصير على اللم؟ اول شيء انه الدريسنج اللي اسويه لازم ما يصير تايت، ما يكون ضيق. اثنين، لازم اسوي اليفيشن اوف ذا لم حتى لا يرجع لا يتجمع الفلويد بالليج. فدائما تفوتون انتو، انا بالنسبه لي كنت اصعد دائما الطاقم مال الكسور لانه احبه يعني، ففوت تشوفون كلهم اذا عمليه بايده داعميه برجله معلقه، رجله معلقيها او ايده معلقيها البوست اب، حتى يمنعون شنو، حتى يمنعون ال accumulation of fluid في elevation مال لم. encourage joint movement، دائما early joint movement. عادة هسه من نحكي نقول فراكتشر بفلان مكان، اذا بالفور ارم اذا بالارم، هذا تبقي انت طبعا هسه اعلمكم من ناخذها ان شاء الله خاصه محاضرات دكتور عمار، اعلمكم كل شلون تحفظ المده، يعني شو وقت تعوفه اسبوعين، شو وقت تعوفه شهر، شو وقت تعوفه البلاستر او مثل ما قلنا عليه الجبس، شو وقت تعوف، شو وقت تفكه، شو وقت تسوي فولو اب. طبعا هي اكو قاعده جنرال للكل كل البون يعني، ان شاء الله نحفظها سوا، بس لحد هنا بدي اقول لك الفكره انه لازم تعرف لي وين يبقى الباندج موجود ومن وين لي وين تحطه. يعني مثلا اذا عندك انت فراكتشر بالفور ارم، زين، راح تحطه من الميد مال هاند، اوكي، الميد بلين مال هاند، الحد كل هذا يشمله الحد وين الميد ارم، يعني انت حتشمل الريست وحتشمل الالبو جوينت. هاي الجوينتات هي رب العالمين خالقها حتى تتحرك. يعني شنو؟ يعني هي بداخلها اذا نرجع للبايوكيمستري او نرجع للفسله جمالتها هنشوف الفانكشن مالتها موجود حتى يسوي إدامة للخلايا، والخلايا موجودة حتى تسوي الفانكشن، اوكي، يعني هي مخلوقة حتى تطلع فلويد حتى تسوي موفمنت. وهذا الفلويد اللي يطلع بالجوينت اللي هو الساينوفيال فلويد، هذا موجود ضمن ليميت منو يحدده؟ حركتك، اوكي، يسوي له سيركليشن الفلويد. فلازم اكو حركه مثل اي جوينت. هسه الباب القديم اذا تعوفه ما تحركه تجي عليه تشوفه معصلق. فالفكره انه احنا لازم انكورج الايرلي موفمنت. طبعا البودكاست لازم يكون ويل بيدد. احنا انتوا اكيد اذا عندكم يعني يضيفوكم على كلاس روم دكتور فراس حيدزلكم فيديو شلون انت تسوي البودكاست. احنا كانوا يعوفوا لانه يقول لك هاي شغلة الممرض او هاي شغلة ما اعرف منو، انت شوفه لانه حلو انه تسويه، يعني هو سهل متوفر بالصيدلية البودكاست وحلو انه انت تشتغله، زين. فضروري كنا نعرف شلون نحطه حالة حال من سوي انجكشن من تسحب بلد، اوكي، عمل البلد تيست وكذا. فلازم يكون well padded ويكون not tight. فانت الفكرة اكو عندك الدريسنج وعندك الكاست، شنو الفرق بيناتهم؟ هاي همين ان شاء الله نشرحها ويا الصور. مهم نعرف التولز، مهم نعرف يعني شنو كاست، يعني شنو دريسنج، يعني شو هو اشياء ان شاء الله ناخذها ونفرق بيناتهم. بس اريدك تركز انه انت حتى لو نجيب باندج عادي من تلتوي ايدينا من هاي ما يصير اندر بريشر، يعني ما يصير انت تضغط على المكان، او اذا الجبس هم بينه ما يصير بضغط، او مرات هيك يصير مثل السليف هم بينه ما تصير لازم اندر بريشر. فالفكره هاي تحفظها،
اول شيء سوفت تيشو سوالينج، اثنين هيماتوما فورميشن. ليش؟ لان انت من دا تسوي العمليه، اي عمليه يصير اوزنج شويه، ينضح المكان مع العمليه، يصير بليدنج. زين، فلازم هذا تخليه ببالك من تشوف سويت عمليه، خلينا نقول بالليج، اجيت شفت المكان مورم ومسكين زرقاء وكذا او حمراء، فانت هنا لازم تشك اكو هيماتوما، اكو بليدنج بالمكان اللي اشتغلت بيه، اكو فد ارتري ما انتبهت عليه انت. زين، فلازم ننتبه على الموضوع حتى نحط درين as early as possible ونمنع الكومبليكيشن. وشغلة ثانية، الكومبليكيشن مال هيماتوما مو بس بريشر، يعني ما عندها مو بس بريشر افكت على المكان، وانما الدم اذا عفته فتره راح ايش يصير بيه؟ حيتصلب، حيصير بيه كالسيفيكيشن. زين، فمن يصير بيه كالسيفيكيشن وستيسيس وثرومباس وكذا راح تسوي اذر كومبليكيشن. فهي هاي الفكره من الهيماتوما، لازم تشوفها سريع. ديلي الووند هيلينج هم هاي لازم تلاحظها due to poor circulation. الهيماتوما ممكن يسوي لك ديلي الووند هيلينج. زين، فهاي هم لازم انت تشوفها. الانفكشن طبعا هاي اني دا اقول لك الكومبليكيشن، بس انت من تصير مقيم ان شاء الله بعد سنتين ثلاثة هاي اشياء انت اكزامينت. زين، الانفكشن هم من المهم كأي جراحة، لازم خصوصا ويا الجوينت ريبليسمنت سيرجري ناخذها بملزم الدكتور فراس. الجوينت ريبليسمنت الانفكشن اول شيء. زين، المحاضرات مع الانفكشن كلش مهمة وحلوة، يعني دكتور فراس محاضراته ممتعة لأنه بيها صور، وإن شاء الله همنا بناخذها. أقولكم الأشياء الأكسترا اللي هو يحبها لأنه هو يجيب شي يقوله. أوكي، ثرومبو أمبوليزم، أنت ثرومبو أمبوليزم إذا تذكرون الدي في تي ما أخذتوها، كنا نقول عليها تصير بالميجر سيرجري، بالعمليات الكبرى اللي هي شنية، اللي هي النسائية، اللي هي الكسور. زين، فالكسور انت لازم تخلي ببالك اكو دي في تي، اكو ثرومبو امبوليزم. ليش؟ لانه تتأخر بعمليات الكسور. عمليات الكسور من نوع دائما نشوفهم عندهم مشاكل ويا التخدير، لانه يقول لك خدر لي يا ساعتين 4 ساعات. فالشيء يعني هذا يؤدي الى الدي في تي، فلازم تخلي بالك هالموضوع انه انت بريفنت الدي في تي، ولازم ايرلي دايجنوز دي في تي حتى لا يصير نتيجة عنها بالمونري امبوليزم which is lead to death. يعني اوكي، فهاي الفكرة اللي لازم تفهمها. مهم، 5 نقاط. اول شيء حتى لا ننساها، انتو اي نقاط؟ انا شلون احفظ النقاط بالاسايز؟ لانه انا الحفظ ماتي صفر، الميموري ماتي صفر، شلون احفظها؟ اسويها مثل القصة. اوكي، سولفها ويا نفسك. فشو اسوي؟ كنت اقول اول شيء انت بدك تسوي عمليه، ايش راح يصير؟ اكو بليدنج. هيك اسوي قصه، فاقول هيماتوما. زين، بعدين هذا البليدنج ممكن ينفخ التشو، ف سوفت تشو سوالينج. عاده دكتور محمود يحب بس الهيدلاينز، يعني نادر ما يقول لك اخرط كل شيء، يعني يقول لك بس اكتب لي رؤوس نقاط. زين، شنو قلنا؟ صار بليدنج، نفخه التشو. اوكي، حلو، بليدنج نفخة التشو. هذا الشيء نفخة وبليدنج راح يأثر على شنو؟ على الهيلينج. انا اريد يصير بيها هيلينج، فديليد ووند هيلينج. زين، بعد شنو اللي تو ديليد ووند هيلينج؟ انفكشن. سو الانفكشن هماتين ممكن يصير كأي كومبليكيشن، والدي في تي لان هي ميجر سيرجري لازم نمبر 1 احط الدي في تي. صح، احنا ليش قلنا السوفت تشو سوالينج بالبداية؟ لانه هي كومنست، الكومنست كومبليكيشن هي هاي. تمام، زين، نيجي على الثرومبو امبوليزم. تعرف لازم انه صح هي رير انه واحد يموت من الدي في تي، لانه يقول لك 20% بس من الجراحات لو تجيب 100 عمليات كسور 20 منها راح يصير بها دي في تي. من هاي 20 2% يصير من عندهم بالمونري امبوليزم. زين، ومن هذول البالمونري امبوليزم بس 0.2% يموتون. اوكي، بس ستيل هي هذول ورثي انه احنا نمنع موتهم. اوكي، فبس هاي الفكرة. عادة وين يصير الهايست انسيدنس؟ بالهيب سيرجري، بالاولد
patient. الـ old age patient أو إحنا نسميهم الـ old debilitated patient. يعني شنو debilitated؟ يعني اللي هو ما يقدر يتحرك، اللي هو عنده مشكلة، زين؟ فيصير وياه. خلوا بالكم هاي المعلومة، الـ most common site اللي تتكون بها الـ DVT هي شنو؟ هي الـ leg، هي الـ calf. الـ most common هي الـ calf، إحنا نعرف. بس الـ most common surgery that may combined أو complicated by DVT هي الـ hip surgery، لأنه هتطول بيها الـ hip replacement surgery، يطولون بيها، أوكي؟ فهاي هم كمعلومة. clinical feature للدي في تي مهمة. انت المكان اللي يصير بي دي في تي نعرف يزنبر، يصير احمر وينفخ، زين؟ يعني كنا نعرف هاي الساين، يكون very very painful. حتى اسوي له examination، اوكي، اللي هو اسمها الهومن ساين، زين؟ او هي الهوفمان ساين، اي جس اكو اف هنا حسب ما ذكر هوفمان ساين. زين، فهاي فكرتها انه انت تجي البيشنت تنومه على بطنه، اوكي، بهالسهوله. الرجل مالته هاي مهم الاكزامينيشن اللي يسالوكم عليه، الرجل مالته تكون الفوت او الفيت طالع عن الفراش، هذا الفراش، هذا البيد مال اكزامينيشن. شو تسوي؟ تدفعه للفوت، تسوي كانه دورزي فليكشن، بس انت تسويها، زين؟ يعني هاي الرجل تسويها هيج، بالتالي انت حتجر الاكل ستندن وحتجر ال gastrocnemius muscle، حتبطشها على الجواها، يعني حتضغط هنا، كانت المصر هيك مكانها هيك قاعدة، هنا راح تضغط على الجواها ويطلع البين، يعني حتسوي بريشر أكثر مما هو موجود، فحيطلع بين. فهاي يقولكم بالكالف فين ثرومبوسيس، أوكي، يسوي الهوفمان ساين اسمها، هاي F، أوكي، بس هم تأكدوا منها. increase the calf pain on passive dorsiflexion. sudden slight increase in temperature may occur. ممكن يصير increase temperature. بس يقول لك هنا دائما دكتور محمود شي يقول لنا ممكن يجيب لك هذا التست، شوف ايش قد هو بسيط، بس ممكن يرسبك عليه. دكتور محمود هو كلش اسئلته سهله، كلش متسامح، بس اكو اغلاط انت مت شلون تسوي حركه، انت مسويها صح، واحد اثنين ثلاثة، مسويها فليكشن اكستنشن روتيشن، مسويها صح، بس كنت انت تفوي البيشنت، سويتها بسرعة، سويتها بقوة، ما اهتميت للبيشنت، ما بوعت على وجه البيشنت، هاي الاشياء تضوجة بالعملي، اوكي؟ فهي تدير بالك عليها. هنا اذا سويت هاي العملية سريع وقوة، ممكن اكو عندك هنا ثرومبوس، انت حتسوي تشرم منها امبولاي، يعني تقطع منها امبولاي بهاي حركتك وتدفعها وين؟ للهارت. فيقول لك دائما على كيفك من تسوي هاي الحركة، على كيف سوي دورزي فليكشن، مو بقوة وبسرعة، اوكي؟ فهذا الشيء كلش مهم تنتبه عليه بالامتحان. if pulmonary embolism occur patient may have، طبعا هاي اذا كان DVT only. شو وقت تعرف البالمونري امبوليزم؟ يجي البيشنت عنده ساينس سيمتوم اوف بي اي، اللي هي شورتنس اوف بريث، كاف، مرات حتى هيموبتسيس، يجي عنده سيفير كولابس، اهم شيء دسنك، يقول لك ما اقدر اتنفس وعندي تشست بين، هو طالع من عمليه من العمليه مال كسور. فانت تخلي ببالك، لا هاي ميبي ذس از بي اي، تركض ركض، بي اي هي ايمرجنت كيس، لأنه إذا عرفت الـ patient will die. okay. investigation شلون تلقفها؟ تسوي دوبلر، لأنه أنت عندك هو المشكلة داخل الفصل، فأكيد تسوي دوبلر ultrasound حتى تقدر تشوفها as easy as this. okay. إذا pulmonary embolism أنت تسوي ECG. بالـ ECG ممكن أكو changes occurred، إن شاء الله نشرحها بمحاضرة الـ ECG ونعرف أنه هذه PE. زين، prevention to prevent it وعندك treatment، هاي مهمات. زين، كprevention انت تمنعها من، يقسمك اياها pre-op peri-op
بوست اوب. يعني شنو؟ يعني قبل العملية، اوكي، خلال العملية، ورا العملية، بري، بير او بيري، و بوست. شو تسوي؟ كلها انت هو خلال العملية منطقيا ما حد يقول له مثلا prevent smoking. شو وقت تقول له prevent smoking؟ قبل العملية لازم يقلل السموكينج، اوكي. هاي واحدة. اثنين، شو تسوي؟ تخليه يسوي اكسرسايز، working exercise. ليش؟ حتى يعني الدم يجري، حتى ما يصير stagnation. بعد systemic disease، maybe atherosclerotic هو البيشنت، maybe هو previously DVT عنده بدون عملية، سو هاي همينه لازم تعالجها. عندك الكولف مساج مهم تسوي، هاي الأشياء اللي لها علاقة مينلي المساج مهم تسوي بري أوب، وتنطي هبرن 5000 international units twice daily. إيش قد تنطي الهبرن؟ 5000 international units twice daily. هاي مهمة كلش حتى تمنع شنو؟ تمنع ال دي في تي. خلال العملية انت avoid trauma الفين نفسه وسوي frequent massage. زين، ممكن تستخدم elastic stocks. احنا بآني من مرة فتت عملية مال تجميلية بس كانت تتأخر، يعني كانت اكثر من نص ساعة، فالدكتور لبس البيشنت هاي الالاستيك ستوكس، هو طالبها من عنده وهو جايبها من برا. زين، ما توفر هذه، ف ليش؟ هذا تمنع الدي في تي. فانت عندك خلال البير اوب مينلي هو مساج، طبعا هنا الهبرن، اوكي، من هنا عندك اهم شيء المساج، وعندك شنو؟ الستوكس. البوست اوب هاي نفس الشيء، هم مساج وهم ستوكس، بس المهم سوي اكتف موفمنت. بوست اوب لازم تخليه يتحرك، شو وقت ما يقدر يتحرك يتحرك. زين، يتحرك مو يعني يمشي، ممكن بس يحرك رجله على حافة الفراش ونقول له طلع رجلك وحركها. زين، او احنا نحرك اللي هي سو حتى نمنع الاستاجنيشن مال الدم، وبالتالي نمنع الدي في تي. ونفس الوقت كان جيف هبرن له. فهنا المهم هو الموفمنت بالبوست اوب، اوكي. هاي التقسيم مال بريفنشن. انت كبريفنشن احسن مما تسوي تريتمنت، اوكي. كتريتمنت طبعا تنطي الهبرن لازم لمده اسبوع ونص الى اسبوعين، مرات حتى اسبوعين ونص، ديبند، اوكي. دائما تشيكه بي تي بي تي تي هاي الاشياء، ويقول لك هنا انا طبعا هذا الفيزيوثيرابي، اوكي. بدي اقول هاي شويه، هاي المرزمه قامزه عندي كانت عندي بس، اوكي. الفيزيوثيرابي فيقول لك انه هسه كتريتمنت الحد هنا مال دي في تي، انت اهم شيء تنطي الهبرن، هاي اهم شيء، وتشيكه انه تسوي التست. يعني اذا يريد يسالك على البريفنشن اهم، ولو هو ما جايب لنا هاي ابد، يعني ما جايب لنا اساي على ذني. زين، نرجع على الفيزيوثيرابي. الفيزيوثيرابي مهم تعرف انت عندك ليش تسوي، حتى تقلل الالم، حتى تحسن فانكشن، حتى زيد رينج اوف موفمنت، خاصه ذول اهل الجوينت. يقول لك دائما فيزيوثيرابي ورا ما انت تحط الكاست او الباندج، لازم الباندج سوري، لازم تدزه حتى الفيزيوثيرابي حتى ترجع الشغل مثل ما كان. زين، مرات تحتاجه من تسوي امبوتيشن، او من دولة جماعة البايوميكانيكس اللي هم جماعة المصل، هم هنا تحتاج يعني تقوي العضلة فتسوي فيزيوثيرابي. كلها achieved by شنو؟ عندك وسائل، اما heat اما cold، او ممكن nerve stimulation، ممكن traction، ممكن electrical stimulation. اللي اريدك تعرفه هو الاتي، انت حتستخدم التراكشن بمكانين، as way of physiotherapy كتريتمنت تستخدم التراكشن، وتستخدمه كطريقة لل
فيكسيشن، بعدين ان شاء الله ناخذها. فتحط هذا الشيء ببالك، اول معلومه عن الفيزيوثيرابي. ثاني شيء انت لازم تعرف عندك هيت وعندك كولد، هاي بالبيت انت تسويها. من واحد يصير عنده سبازم، مصل سبازم، زين، مشان رجله، مشان رقبته، هذا شو تسوي؟ لازم هم اصلا احنا نعرف، اقول لك حط بخار او مي حار او حراره دفيه حتى يروح هاي الكرامبس او يروح السبازم، زين. فمهم انه من عندك مصل سبازم لازم تسوي هيت. الكولد شو يسوي؟ الكولد يسوي فازو كونستريكشن، يقلل السوالينج. ف انت بيشنت اجى، او مو بيشنت، واحد من العائله، زين، انت نفسك وقعت تعورت رجلك ورمت، وقعت تعورت رجلك ورمت، شو تسوي؟ لا تحط لها حراره ولا بروده؟ هنا لازم تحط لها شيء بارد. ليش؟ لانه من وقعت وراسا ورمت معناها شنو؟ اكو بليدنج، اكو اوزنج، اوكي، اكو تشو سوالينج. فتحط كولد، حتى شي كولد، حتى ثلج او هاي، تقلل هذا السوالينج وتمنع انه يصير هذا البليدنج راسا، يصير فازو كونستركشن. اما اذا واحد يلعب رياضه وكذا وصار سبازم، لا، هنا عاد تستخدم الهيت. شوف anything شنو عندك، شلون على شنو متوفره، انت تستخدمها، زين. فهذا الفرق. اكيد انتم ماخذين بالروماتو بملزمه دكتور فائق، صح؟ حسب ما اتذكر، زين. اوكيبيشنال ثيرابي، اوكيبيشنال ثيرابي انت والفانكشنال ايدز، هذني حتى تساعد البيشنت انه يرجع الشغله، ما كلش مهم هذني. نجي على المهم، الموضوع المهم اللي هو شنو؟ اللي هو فراكتشرز برينسيبل، الجنرال برينسيبلز مال فراكتشر. هاي بونس انه انت تحفظها وتفهمها، الحياه يمك حصير ورديه بالتروما، اللي هي محاضرات دكتور عمار، محاضره اول أربعة، واول أربعة من دكتور فراس، زين، ودكتور علي باقر، هو اصلا محاضراته ايزي وسهله وشرحه يجنن يعني. فالفكره انه انت ركز هنا. الفراكتشر هو شنو؟ دائما يسالوك بالعملي، هيك يقعدوك، خاص اذا ياخذك مقيم كسور، فيقعد يكون يعني ناصح شويه، فيقعد يقول لك عرف لي الفراكتشر، هو ده يعلمك عود. فانت حتى تخلص من هاي المشاكل اللي تصير، عرف الفراكتشر، قول انه شنو هو، انتربشن بالبون كونتينيوتي، وخلص، اوكي. بس اريدك تعرف شغله اللي هي مهمه، تعريف التروماتيك فراكتشر عن الستريس فراكتشر. انت هل انه اني هسه اذا مثلا بالقلم اضرب البون، هل انه البون حيصير بفراكتشر؟ نو. ليش؟ القوه غير كافيه لكسر البون، احتاج فد سياره تدعمني دا ينكسر البون، اسم الله علي. فيحتاج قوه كبيره، هاي القوه الكبيره اللي ادت انه البون ينكسر يسموه تروماتيك فراكتشر، يعني قوه تتناسب مع الفراكتشر الصعب. الستريس فراكتشر شنو هذا؟ الستريس فراكتشر انه انت شيء مو ذات قوه بس بشكل كونتينيوس، يعني ستريس بشكل مالتيبل وكونتينيوس، تظل تدق 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 لما تكسره. شلون من تريد تكسر حاجه تجيب تاكوش، اول طقه ممكن ما ينكسر، تظل تضرب لما تكسره. ليش؟ لانه سويت ستريس، ما طيت فتره انه الخلايا ترجع مثل ما كانت، وراسا وحده ضربه ورا ضربه. فستريس فراكتشر يقول لك عاده occurs in healthy bone، بس شنو يكون؟ مالتيبل simple cracks following multiple frequent simple trauma or stress. يعني simple trauma لو مرة واحدة ما حيسوي لك فراكتشر، بس من الظل تلح رح يصير آخر شيء فراكتشر، يسموه stress fracture. اكو نوع ثالث من الفراكتشر اسمه pathological fracture. هذا شنو؟ هذا مثلا اكو abscess، اكو cavity، اكو cancer، اكو weak bone، اكو مثلا فشي بالتكوين مال البون نفسه، اوستيونيكروسيس، شوف شنو، زين، اوستيومليشيا. فاكو مشكله بالبون، بون از ويك، البون از بون هاز ديفكت. فهنا الضربه الخفيفه تكسر، اذا بالقلم تكسر،
احنا شو نسميه؟ نسميه pathological fracture، لانه الفراكتشر مو صار تروماتيك، ما صار من شيء خارجي، الفراكتشر صار بسبب باثولوجي بالبون نفسه. اوكي، فهاي كلش مهم تعرف فرق بين التروماتيك، بين الباثولوجيكال، وبين الستريس. هذا نوع من التقسيم للفراكتشر، هذا اول نوع. نجي على النوع الثاني. النوع الثاني نسميه closed and open. الفراكتشر نسميه closed ونسميه open. شنو هذا؟ open or compound. شنو هذا؟ ال closed fracture اللي هو احنا هسه واحد يوقع تنكسر رجله، السكن intact، يعني انت ما تشوف بون بوجهك، السكن ما متعهور، ممكن يشوف احمرار، ممكن يشوف swelling، ممكن يشوف deformity، بس ماكو دم. اوكي، ماكو، ما مخدوش، يعني البون ما طالع من جوا لبرا وشاق لك السكن. فهذا يسموه closed simple fracture. زين، intact skin. الكومباوند اور الاوبن، الاوبن لا، اللي هو الكسر اللي شوف العظام بوجهك قبالك، الكسر اللي هو طالع لبرا ومزق هذه. طبعا الفيرست كومبليكيشن للكومباوند اور الاوبن فراكتشر از كومباوند معقد، يعني حتى بس لانه هسه حناخذ غير اسم، ما ردك تخربط بينه وبين الاوبن. اوبن اور كومباوند فراكتشر يعني اللي هو كل الكومبارتمنتس كلها مخلع مشكشكة. مشكلته انفكشن. ليش؟ لأنه أنت طلعت كل محتوى اللم للانفايرومنت، فالبكتيريا تهلهل، فأكيد أكو انفكشن. تمام، فهي كلش مهم أنه أنت تخاف من الانفكشن بالكومباوند فراكتشر. هاي شنو بالنسبة إذا كلوزد أو أوبن. فهسا نجي على التقسيم، هذا هو التقسيم الثاني. التقسيم الثالث هو الفراكتشر، هل هو كومبليت فراكتشر ولا انكومبليت. الكومبليت فراكتشر اللي هو من طول الطوله مثل ما تشوفون هنا، كومبليت فراكتشر. الانكومبليت فراكتشر هو هذا، يسموه الجرين ستيك، هذا الفراكتشر اللي هو بس ممكن بس الكورتكس من جهه فراكتشر شويه، رجل مايل. هذا يصير بالاطفال لان عندهم ليونه، فما يطق العظم، ينكسر من جهه بس الكورتكس بس ما يطق. اوكي، اللي هو ذولا منو الاطفال عاده يصير عندهم incomplete or partial. زين، single cortex بس involvement and not no displacement، يسموه الجرين ستيك مثل ما قلت لكم. هذا هاي تقسيم لاخ. حلو، بعد هذا الثالث. التقسيم الرابع اللي احنا نقسم الفراكتشر على اساس شنو؟ على اساس الشكل. يعني شنو على اساس الشكل؟ يعني شكل الفراكتشر شلون صاير، الهندسه مالته شلون صاير، هل هو ترانسفيرس، هل هو اوبليك، اوكي، يعني هو عدل ولا مايل ولا فار سبايرال، ولا هو مهشم، اوكي، اللي هو احنا نسميه كومينيوتد، ولا هو هيجي ثلمه صغيره مقطوعه من البون اللي هي افولجن، ولا هو مكبوس البون كبس منطعج يعني امباكتد. زين، يعني قوة صايرة عليه فوقه وجوه فحاصرته، يعني جاعصته فيصير impacted، أو عندك cracks صغيرة اللي يسموه fissure or cracks، يعني بس مجرد يعني شخط. فهي بالنسبة للشكل الهندسي هاي مهمة. مهمة وين؟ هسا أقول لك وين. بالامتحان العملي، خاصة امتحان الأشعة، كلش مهم. يعني ما تتخيلون، يجيب لكم اياه يقول لك اوصفه، وش قد ما هو سهل كانت ناس تخربط بيه لان ما فاهمته. هسه ان شاء الله نفهمه سوا. فهاي بالنسبه وين؟ بالنسبه للفراكتشر. نجي هنا نشرح شنو التايبس اوف فراكتشر، يسموها تايبس اوف فراكتشر، او الوصف مال الفراكتشر شلون تطيش صفه. ليش؟ حتى تعرف شو تسوي له type of management، يعني شو تحط له، تحط له nail، تحط له بليتة وسكروات، تحط له بس سكرو، تحط له بس كي واير اللي احنا شرحنا عليها type of fixation. فشلون على اساس شكله؟ هسه نحكي. اول شيء عندك هذا، بس لحد يضحك على رسمي بعدين. هذا البون راح نرسم في شيء، هو ماذا يرسم؟ اوكي، راح نرسم البون شيء عدل
حتى يسهل العالم. احنا سوى مستطيل، هذا نورمال حلو باع. اجتك قوة، لازم تعرف نوع القوة، يعني شنو، لازم تعرف شلون صارت الضربة، مين اجتي الضربة، شلون سوت هذا الشكل، حتى تعرف تسوي من تتخيل شلون صار الديسبليسمنت، حترجعه بالبليس الصح، وبالتالي حسوي فيكسيشن، وهاي خلصت شغلك. فانت هذا البون الصحيح. اذا اجتي الضربة هيج عدلة، جت الضربة عمودية على البون، راح تكسره، تسوي فراكتشر بشكل ترانسفيرس، فيجي البيشنت عنده ترانسفيرس فراكتشر. زين، بهالسهولة هذه. زين، إذا هذا المكان مال فراكتشر كان مثلا بقوة، بتأثير قوة عضلات فوق وجوه، هاي القوة تأثيرها على الفراكتشر نفس تأثير هاي القوة على هاي الفراكتشر، يعني عاتي بس بنفس الاتجاه وبنفس المقدار، بالتالي راح يصير undisplaced fracture، منطقي راح يصير undisplaced fracture لأنه ماكو تأثير عليه. بس إذا كانت هاي أقوى مثلا، راح ترفع هاي العضلة اللي هي من هالاتجاه، اللي هي once contract تشتغل هيج، راح ترفع الفراكتشر بهالاتجاه، فراح يجي شلون شكله، راح يجي شكله هيج. اوكي، يعني فور اكزامبل راح يجي displaced. هاي كل واحدة منهم الا مانجمنت واحد، هنا انا ممكن بس تجبسه ما تسوي شيء، بس تحط بودكاست بالundisplaced. بالdisplaced لا، ترجع المكانة، نسوي reduction، ترجع هذا المكانة، وبعدين إذا مثلا القوة هاي كلش قوية أنه دائما نسوي له displacement، لازم نثبته internally، سكروه بليتة وسكروه، زين تحط له بليتة وسكروات، أو إذا لا والله بعد تعرف أنت بعد ما حيتحرك، رأسا تحطه بوبكاست. هاي بعدين ناخذها بكل واحد يعني بشكل خاص بالفراكتشرات. فهاي اول شيء ايدك تعرف اكو displaced واكو undisplaced fracture. من يسويها، تسويها هي هاي تاثير العضلات، مرات هي القوه نفسها تجي تسوي لك displacement، القوه قويه، زين ضربه قويه تطلع لك البون اثنينهم برا، تكسر لك اياه بطريقه. فلازم تتخيل، imagine، يعني لازم التخيل عندك مشتغل حتى تقدر تعرف شو تسوي، يعني reduction. زين، فهاي اول شيء. نجي على الاي، ايش تشوفون هنا؟ هنا اكو displaced فراكتشر، هذا بون، هذا منو، هذول تيبي او الفيبيولا او الريديوس والالنا، الله اعلم. لا، هاي ال تيبي او الفيبيولا. فالفكره شنو هنا؟ الفكره انه طبعا هذا السبب انه الاكس راي لازم تنأخذ جوينت فوق وجوينت جوا، حتقدر تتخيل صح. يعني انت هسه تو بون، واحده منهم ضعيف، واحد منهم سميك، ممكن تقول تيبيا في البلوم، ممكن تكون راديوس اولنا، لازم شنو عندك، لازم عندك جوينت فوق وجوا حتقدر تشوف، فهاي مو تيبيكال. المهم عندك هنا هذا البون، شلون صاير البون هذا الكبير طالع من هالاتجاه، وهذا فايد جوا، زين، فمعناها اكو قوة جتي سوت هذا الديسبليسمنت. من اجي اوصف هذا، اول شيء اقول displaced fracture of both bones، تمام، اللي صاير مو بس displaced، لازم اقول شلون displaced. هنا نوع displacement نقول عليه overlap، لانه اكو مسافة بيناتهم، يعني هذا البون من البون هيج وهذا هيج، هذا displaced not overlap، من البون واحد منهم هيج والثاني هيج قايل، هذا overlap متراكب. هذا مجرد تدفع هذا النوع، مجرد تدفع هذا البون يرجع لمكانه. اوكي، هنا لا، هنا لازم تعدته للبون، تطلعه برا الديستالي وترجع تفوته، راح تسوي قوتين، يعني حتسوي قوة باتجاهين حتى تقدر ترجع البون. فلهالسبب احنا نعرف التايب. ف اول شيء نتفق اكو displaced واكو مو displaced. اوكي،
زين، الديسبليست والمو ديسبليست هم لهم شكل، يعني هنا شكل الكسر ترانسفيرس، هنا شكل الكسر اوبليك، هنا شكل الكسر سبايرال، هنا شنو هنا كومباوند فراكتشر، اوكي، او هنا فراكتشر من تو مكانين هسه نحكيهم ان شاء الله. نقول هذا شنو سيجمنتال، شالع سيجمنت من عنده. زين هنا كومنيوتد فراكتشر، زين هنا جرينستيك، الجرينستيك فراكتشر، هنا كومبرس لانه البون مضغوط، والكومبرس فراكتشر عاده تصير بالرجل بالفوت، لانه انت مثلا تنزل على مكان عالي على رجلك راح العظام تنكبس وحده فوق الاخرى فيصير كومبرست فراكتشر. هنا قطعه طالعه فهذا افولجن. زين هنا هسه نحكي هذولا، اوكي هذا ستريس فراكتشر، وهنا السبايرال ديسبليست فراكتشر. زين هسه شلون هاي الاسامي كلها وشنو شلون قلناها وشلون حنعرفها؟ نشرحها وحده وحده. شوف ايش قايل لك، قايل لك ممكن فراكتشر سنجل فراكتشر لاين تو سيجمنتس، يعني شنو يعني هذا فراكتشر لاين واحد مسوي لك سيجمنت فوق وسيجمنت جوا، تسمي اما ترانسفيرس او اوبليك او سبايرال. لازم تفرق بين الاوبليك والسبايرال بالاشعه وهي كالاتي. شوف عندك هنا شوف عندك هذا اوبليك هذا سبايرال. شلون عرفته؟ الاوبليك القصه نفس القصه قدام ورا، نفس القصه تضرب لك الكورتكس الاول تروح للكورتكس الثاني، يعني الكورتيكال بون الاول تروح للثاني من طول الطوله نفسه. هنا لا، هنا تفر، يعني المستوى مال هذا مال الكورتكس اللي اول شيء بوجهك انتيريرلي هنا صاير، بينما المستوى مال الثاني لا، لو ابو عمير راح يكون مكان انصع او مكان اعلى، فتعرف انه الكسر هنا فار سبايرال. اوكي فمهم تفرق بيناتهم. هذا شوف شلون شارب هنا، هنا لا الزاويه مو شارب، صايره لو تجي ترسمها صايره مثل الفره، اوكي هيك بيها بس لو تتخيلها يعني. زين ممكن multiple fracture line اللي هو هذا شو نسميه؟ نسميه comminuted fracture، يعني مثلم. أنا حتى ما أنسى أسميه مثلم، يعني fracture بسايت واحد، يعني مو هنا fracture وهنا fracture. إذا هنا fracture وهنا fracture أسميه multiple fracture، بس إذا لا fracture صاير هيجي بمكان واحد هذا one fracture this not multiple fracture، واسمه comminuted يعني مثلم. ما اعرف comminuted شنو بالضبط بالعربي بس اني اتخيلها مثلم، اوكي comminuted fracture مطشر. السيجمنتال هو هذا اللي قلت لك عليه، هذا المكان سيجمنتال، من عندك تو فراكتشر واحد فوق واحد جوه، السيجمنت اللي بنصهم حينحصر يسموه سيجمنتال على اسمه، اللي هو وينه هذا بون فراكتشر هنا وفراكتشر هنا طلع لك هذا السيجمنت فنسميه سيجمنتال. زين اكو عندك نوع لاخ انترا ارتيكولار فراكتشر، هو داخل الجوينت بنص الجوينت، يعني هاي مثلا خلينا نقول هاي الـ عندك this is الفيمر، اوكي فعندك هنا فراكتشر ماشي، هذا انترا، عندك هنا فراكتشر، هذا انترا داخل شنو؟ داخل الجوينت. زين الميكانيزم اوف فراكتشر هاي هم مهمه، شلون يصدر الفراكتشر؟ هل هو دايركت ولا اندايركت تروما؟ حتى خليك مثل ما قلنا، اذا دايركت تروما يسوي لك ترانسفيرس، يسوي لك اوبليك. من عندك اندايركت تروما مثلا انت اجيت الشاقه ويا واحد لويت لايده، زين لويت ايده، التاثير مال العضلات او جريتها او عديتها او ما ادري شنو، التاثير مال العضلات الفوق والجوه خلت لك تسوي تنشن على المكان وتكسر لك العظم. زين
فهاي الكسرة مال العظم ما صارت دايركت تروما على المكان، فيقول لك الانجليشن الروتيشن كومبريشن هاي كلها indirect trauma. زين، وبالتالي مثلا السبايرال فراكتشر هذا عادة يصير من انت تلوي الايد من تسوي، يعني ما يصير دايركت. زين، يصير لازم اكو indirect trauma. زين، روتيشن عادة يسوي لك سبايرال فراكتشر. فمن تعرف الدايركشن بالهيستوري تقول له شلون صارت الضربة احكي لي، هاي ينطيك تخيل للفراكتشر وشلون صار قبل ما تاخذ حتى الاكس راي وحتى يساعدك. زين، المالتيبل اور كومبلكس انجري هاي عادة يكون يعني من نشوف هذا الكومنيوشن معناها اكو عندك سيريس انجري، يعني معناها تتوقع اكو نيرفات مقطعة، اكو ارتريات متأذية، اكو مصل، اكو شيء يعني صاير قوي. اوكي، معناها القوة مال ضربة كانت كبيرة. عندك الافولجن فراكتشر هذا مهم، كلش مهم. وين يصير عادة مثلا هو اللي هو بس لأنه أنا من أشخبط ما عندك هذا الأفولجن فراكتشر من أكو مصل متصلة بهاي القطعة مال بون وتعت صارت مثلا عندك أنت عند تلعب. زين، وصار أكو مثلا الفوت ميديالي روتيتد، فش حسوي راح تعد اللاترال ماليولس اتاشت ويا مصل. زين، راح تعدها التب مال اللاترال ماليولس فيطلع على شكل افولجن فراكتشر، فكلش مهم. فكاتب لك هو تايس مثل الكوادريسبس من بول الباتيلا بقوه وفجاه راح تعد جزء منها يسوي افولجن فراكتشر. زين، من عندك الترايسبس بالأولكرانون من عندك سوي افولجن، نفس الشيء همين قلت لك الماليولس الميديال واللاترال ماليولس همينا. من عندك بعد شنو الكالكينيال فراكتشر عادة افولجن اذا صار بقوة انعتت السوليوس عتت يعني الاكلس تندن بسرعة صار عليه تنشن، فالكالكينيال بون او الكالكينيوس يصير بي افولجن فراكتشر. فهاي الاماكن مينلي اللي يصير بيها فراكتشر ميديال لاترال ماليولس الكالكينيوس اوليكرانون وبعد الباتيلا. ان شاء الله ناخذهم واحده واحده لوكالي يعني من نشرحهم. الفراكتشر ديسبليسمنت كاتب لك انه اذا صار ديسبليسد فراكتشر هنا لازم شنو تسوي له replacement، يعني ترجعه مثل ما كان. فممكن overlap مثل ما شرحت لك اياها، واحد داخل بالداخل بون ف overlapped. ممكن يسموه side displacement اللي هو بس رايح ليغاد، يعني هذا اذا هذا الفراكتشر اذا ماكو هاي المسافه اللي هي overlapped بين البونين. زين، كان صار only displaced. زين، ها كلش مهم لازم تعرف تقوله. زين، الانجليشن اللي هو يسوي انجل بين التو، يعني هذا مثلا هنا هذا ماكو اوفرلاب، هذا بس سايد ديسبليسد فراكتشر. زين، ممكن سلايتلي روتيشن وياه، ما اقدر اعرف الا اشوف الجوينت الفوق والجوه يلا اقدر احدد هل هو هذا روتيشن ولا لا. ها اكو بس شغله اريدك تتخيلها وياي. هسه ديسبليسد قلنا، اما سايد ديسبليسد بس امشي هاي شخابيط، اما سايد ديسبليسد او اما سايد ويت ديسبليسد او عندك اوفرلاب او عندك روتيشن او قلنا شنو بعد اوفرلاب روتيشن وانجليشن. زين، هسه السايد فهمنا والانجليشن فهمنا، اكو شيء بس بالروتيشن باعوا دشوفون هذا الكورتكس والابيض والسواد اللي بالنص، شو مو سواد بس رصاصي اللي هو يصير المدلة او يصير الجزء الداخلي من البون تشوفون، او يعني احنا سميناه الكانسلس بون. تشوفون الخط الابيض عادة لازم البون يشوفه صاير هذا خط هذا خط، اذا يصير فراكتشر استل هذا الخط تكملته هنا وهذا الخط تكملته هنا، يعني ماكو روتيشن. من يصير اكو روتيشن عادة
روتيشن يعني displacement روتيشن. إذا ما عندك الجوينت الفوق والجوينت الجوا، بس تخيل وياي هذا الخط راح يصير بالنص يعني، أو شوية لغاد displaced يعني. افتهمتوني شو إنه؟ إنه ما حيصير عدل مثل ما نشوف هنا. هذا الخط الأبيض والخط الثاني هنا هذا أكثر بياضا، يعني الشادو مال كورتكس مو نفسه، فهذا شوية روتيتد هيج displaced and rotated. فهذا كله يعتمد على الإيماجينيشن، بنشوف اكس رايز اكثر ان شاء الله. اوكي، فهي هاي الفكره انه احنا شلون نعرف types of او الانواع مال displacement. موضوع الاخ اللي هو الفراكتشر هيلينج اور اليونيون، اخر موضوع ان شاء الله نشرحه، وهاي بعض كلش مهم ويجي اسي عاده يجي عدتوها بس يعني، ويعني كل شيء يحبها. ليش؟ لان انت لازم تفهم ايش دا يصير. باو، من يصير عندك فراكتشر، من يصير عندك فراكتشر، هذا بون وهذا بون، بس راح اسوي مسافه، بس هو طبعا مو هالكبر بيناتهم، صار اكو فراكتشر. اول شيء يصير هو 1 تو 2 مليم، ما كان الفراكتشر يصير مصطلح اسمه تشو ديث. اوكي، للديستال اند بمكان الفراكتشر. اوكي، 1-2 مليم باك من مكان الفراكتشر، ويصير عندك بليدنج، يصير دم وتتكون هيماتوما، قطعه بليدنج، قطعه بلود موجوده بين التو اندز. فاول شيء يصير تشو ديث 1-2 مليم باك، ويصير هيماتوما. هاي الهيماتوما تصير كبريدج بين هذول الفراكتشر. ورا ما يصير الهيماتوما والدم هنا، حيجي منو؟ حيجي الانفلاماتوري سيلز اللي هي كل عزل الطامن، نيتروفيل، ماكروفاج، ما ادري منو، ناس تصيح ناس، تجي الانفلاماتوري سيلز. من تعرف هذا المكان هو دي تسوي هيلينج، فهي اذا المكان الووند او التروما بالسكين حتسوي الهيلينج على اساس تحول الخلايا الى جرانيوليشن تشو، تحولها الى سكين. زين، هنا من شافت البون فهي حتبدي عادي كانفلاماتوري سيل رياكشن اكيوميليشن، بعدين جرانيوليشن تشو، وبعدين تتحول الى السبيشال تايب مال الخلايا اللي موجوده اللي هي الاوستيو، تصيح الاوستيوبلاست، وتخلي الجرانيوليشن تتحول الى خلايا شنو، الى تشو عظم. هذا التشو العظم اسمه الكالس فورميشن، اسمه الكالس اللي هو عظم صغير بعده لين. اوكي، عظم يكون شكله نسميه احنا فيوزي فورم، يعني بالضبط المكان مال الفراكتشر حيصير هيجي، هذا هيجي فيوزي فورم. اوكي، وهذا العظم هنا عظم مرعبل بعده ما منظم على شكل كورتكس وكالكينيال، عجينه عجينه بالضبط مال العظم هنا بريدج بين هاي المكان اسمه الكالس. فاول شيء يصير تشو ديث ريزوربشن من النهايات من الاند، يتكون هيماتوما، انفلاماتوري سيل تجي تسوي جرانيوليشن تشو، يتحول الجرانيوليشن تشو الى عجينه عظم يسموها كالس، عظم بدائي اللي هو بس اشوف ايش مكتوب هنا، انه اني حقيقه ما قريت الكلام مال هيلينج لانه اني فهمته. فيقول لك جرانيوليشن تشو ماس ليدنج تو بيج ريجولار ليد، هذا يسموه البون. يقول لك الكالس هو ريبليسد باي نورمال بون، تمام. هذا البون نورمال فل هذا الجاب، يعني ينشال، او هو يعني احنا باي اوستيوكلاست واوستيوبلاست حيصير البون المثالي للمكان اللي هو يتكون من شنو، من الكورتكس. زين، طبعا هذا لازق منا منا، بس انا حتى امثل لكم يتكون من كورتكس ومدلة وكالكين سوري الكانسلس بون. فهذا البون القوي، فورمينج البون القوي اللي يسوي الهيلينج، بس ستيل هذا مو عدل مثلهم، هيك شويه بي يعني irregular شويه. فتجي ستيب الاخيره يصير ريمودلينج، يتحول الشكل الصحيح
نتحول على امتداد البونص صحيح كأنه ماكو كسر. زين، فهاي العملية كلها المفروض تاخذ ممكن اسبوعين، ممكن شهر، ممكن شهرين، حسب البون، حسب البون اللي دي يصير به هذا الهيلينج. شي يسموها هاي التايب من الهيلينج يسموه جاب يونيون، يعني استفاد او شي كان اكو جاب مسافة وصار هذا الشي. مرات اكو تايب ثاني من الهيلينج يسموه برايمري فاسكولار يونيون اور هيلينج، هذا من يصير البون اندسبليست وبس خط فراكتشر. فهاي ماكو يعني ما تصير هذا رأسا، هذا ينطي شوية بون، هذا ينطي شوية بون يلحم، يعني ما تصير هاي الهوسة. It occurs when the fragments are accurately reduced وشنو رجد mobilized. اوكي، يعني ثابت مثل ما قلت لكم، لاطش واحد بالله، فشنو راح بس البون يتكون بدون ما يصير لك الكالس العجينه. ذاك كان اكو جاب، فكان هذا الفراغ لازم يملي بعجينه وبعدين تتحول الى بون اقوى وبعدين البون يصير ب ريموديلينج. فكمراجعة حتى يعني تبقى ببالكم، اول شيء يصير اكو نزف بالمكان، تتكون هيماتوما، تجي انفلاماتوري تشو، يسوي جرانيوليشن، يتكون الكالوس، يتبدل بكونسولديشن، كونسولديشن يعني يصير اقوى، يتبدل بريل بون، البون القوي، وبعدين اخر شيء يصير ريموديلينج حتى يشبه البون الطبيعي. مهم كلش اعرف انه انت الاشياء اللي افكت الهيلينج هي الاتي. انت حتى هذا المكان يصير به هيلينج لازم تحط بون على بون، يعني لازم تحطهم متقابلين undisplaced. اوكي، حتى يصير الهيلينج بشكل صح. اثنين، لازم عندك جود بلاد سبلاي، يعني لازم اكو يجي دم حتى يصير هيماتوما، صح، حتى يصير هيلينج. حتى البرايمري فاسكولار يونيون فاسكولار لازم اكو دم حتى يجيب جرانيوليشن تشو وايت بي سي شنو هاي الاشياء كلها ويسوي لك هيلينج. بعد لازم good immobility، هو يريد يا دوب يلزم واحد بالله، انت اذا ظل تحرك البون شلون راح يلحم؟ فلازم good immobility وفيكسيشن. لازم عندك همين نفس الوقت early management، لازم دائما كان دكتور محمود يقول لنا من اكو عندك فيكسيشن، من عندك ثبت وسوي immobility، مو ثبته 24 ساعة بدون ما تتحرك اللم مثلا، لا، ما هو لازم يمشي دم بالمكان. فدائما يقول لك انت تخلي حركة بحيث تخلي يصير هيلينج واندسبليست هيلينج. اوكي، فهاي كلش مهمة. و absent of infection، فلازم اكو دم بالمكان يجي يوصل، لازم النهايات متقابلة وقريبة من بعضها البعض، لازم عندك ماكو infection، ولازم تعرف انه انت ثبته بشكل صحيح بحيث تنطي شوية range of movement بس غير محسوس. حتى تدقنز الفراكتشر طبعا نعرف احنا هيستوري تيكينج، يجي اول ما يفوت لك تشوف اكو displaced، اكو deformity، يقول لك اكو pain، اكو عندي مشكله، اذا compound fracture مبين قبالك زين، اكو هيستوري تاخذ مدعوم، شوف شنو يقول لك يعني الهيستوري، تسوي الاكزامينيشن تشوف local tenderness، يعيط من الالم، اكو tissue swelling، hematoma، deformity مثل قلنا، وممكن اكو crepitus يطقطق جوا ايدك، يعني ممكن اكو فريجمنتس مال بون، خاصة اذا كان closed مثل ما شفنا comminuted fracture. طبعا دز راديولوجي مثل ما تعلمنا حتى تشوف الفراكتشر بشكل صح وتشكله. وهذا عندنا problems with union، مرات يصير delay union. union هو شنو؟ هو يلحم الكسر، مرات يتأخر لحم الكسر ما يلحم بساعة، ومرات يصير ما يلحم non union، ومرات يصير mal union. mal union يعني يلحم أعوج يعني. أوكي، فهاي مهمة. المال يونيون نطقه ونرجع نثبته، نطق العظم الكسر زين، المكان صار بيونيون نطقه ونرجع نعدله ونسوي اليونيون. إذا delay union
بيتأخر اليونين مثلا، واحد ما ياكل، مناعته مو زينة، عنده دي ام ما اعرف شنو، فما تدي يتكون الهيلينج بشكل صح، ما تجي الانفلاماتوري سيل ودت اوستيوبلاست ما اعرف شنو، مشكلة. احنا الجهاز المناعي مهم بالهيلينج بأي مكان كان، ف ديلاي هيلينج، فننطي احنا مجال حتى يصير هيلينج. النون هيلينج شنو مالته العلاج؟ النون هيلينج هو من ماكو هيلينج ات اول، يعني تبقى هاي هيك تاخذ اكس راي انت ثبتته وحطيت بليته وسكروات ودزيت ورجعت ورا اسبوعين سويت الاكس راي ودزيت ورجعت ورا شهر سويت الاكس راي واباقي على الحطه، ماكو حتى كالس. شلون يقول لك الاشاره انه اكو هيلينج هي الكالس؟ مهم تعرف الاشاره انه اكو هيلينج هي الكالس اللي هي راح اشوفك اياها هسه، كلش مهم بالاكس راي. فتباع ماكو كالس، ماكو شيء، هاي هو هذا ماكو زين، معناها ماكو هيلينج. شو تسوي؟ تفتح تشيل السكروات مالتك والبليته وتحك الحافه مال بون، مو تكسره، تقشطه تحكه حتى تطلع بلد، حتى تطلع فريش بون، وترجع تقربه واحد من الاخ، تحط اند على اند وتحط البليته والسكروات حتى تحفز الهيماتوما تتكون، تحفز البون فورميشن. او ما يفيد شو تسوي؟ هو ما عنده يعني الهيلينج بمشكله، شو تسوي؟ ياخذون من الالياك بون او ياخذون يسموه بون جرافت، هي مثل الجرافتايه مثل ما حكينا البارحه، يحطون الجرافتايه هذا البون هذا البون وهاي الجرافت. شو تسوي الجرافت؟ راح فرش بون من هنا تكون تلزق بهذا السايد، ومنها تكون تلزق بالسايد الثاني، وبالتالي تسوي از بريدج تكون يصير هيلينج، يصير يونيون. حلو، فهاي مهمه انه شلون تعامل ويا النون يونيون. الكوز هي عكس الكوز، هذا مهم يجي اسي عكس اللي حكيته فوق، يعني اكو انفكشن، ماكو بلاد سبلاي للمكان، هسه اللي قلنا وايد سيبريشن، يعني انت ما مقربه، قلنا لازم جود ابوزيشن بيناتهم متقابلين، وهاي ديسبليسد او بعيدين بحيث ما دا يكفي اللي يصير انفكشن، فهاي كلش مهم تحفظها زين. سيمتومز مال نون يونيون هو عندك تو تايب، مرات يسموه الفايبرس يونيون، او انت اهم شيء تحفظ هاي بالراديولوجي. من تشوف ماكو يونيون حتشوف الاتي، بعد اكو فراكتشر لاين مثل ما رسمت لك اياه، بعد اكو لاين واحد اثنين، انت لازم اكو ريزوربشن. ريزوربشن اللي حكينا عليه اللي هو الاند يصير بيها تشو ديث، يعني الكسر الفراش التو جاي يجيك بزاويه منه مستطيل نهايته، اكو زاويه اللي لا دي يصير هيلينج يصير هيج، اوكي يعني تقريبا صاير الاندز ماتر ريزوربشن راوندد اند، معناها هذا شنو؟ معناها هذا اكو هيلينج، بس هنا راح يكون شار، يقول لك ريزوربشن او فراكتشر اند ذات ويل شو راوندد ابييرنس راذر ذان شار. فهاي مهمه لازم تعرف انه انت شوكت ماكو بدا يصير هيلينج زين. بعد عندنا سكلروز، سوري سكلروزز، اي يصير شنو معنى سكلروزز؟ معناها انه الاند تشوف خط ابيض، يعني نفس الكورتكس كانه ها هي خلص، هذا صار اند، هذا صار بون واحد، وهذا صار بون واحد، فيصير مثل الكورتكس. شلون البياض شفناه القوي بالكورتكس يشوفه بالاند. بعد مرات يصير abnormal positioning أو displacement of fragments، يعني عادة يصير أكو في displaced، أوكي هذا بمكان وهذا بمكان، فتشوف أنت كل إن صار به healing، فما حد تقول أكو تصير أكو union بيناتهم، فهاي كلش مهم. هذا اللي يسموه atrophic non union. أكو شيء اسمه hypertrophic اللي هو السبب ما excessive callus، كمية الكالس المبالغ بها تمنع أنه يصير healing، تمنع أنه يصير union. فشون حشوفه؟ حشوف كالس مجعمر بالمكان زين. sometimes قلنا ممكن يصير مال يونيون اللي هو lead to deformity و functional impairment، فنطقه ونرجع نكسره احنا ونرجع نثبته مرة ثانية. بس اريد اشوفكم الكالس، هذا الابيض، هذا الكالس تشوفون هذا المكان شون كله ابيض، هذا كالس
تمام؟ وهذا شي يسموه، اكو خط هنا اسود، هذا يسموه ستريس فراكشر. شلون يعرفون ستريس فراكشر؟ ستريس فراكشر ما يبين بالاكس راي ايرلي، ورا اسبوعين يلا يبدي يبين، لانه خط كلش ضئيل يعني كلش هاي ما يلاحظوه. شلون يعرفون اكو ستريس فراكشر؟ من الكالس فورميشن الدائره دائره. اوكي سو لحد هنا خلصت هاي المحاضرة. إن شاء الله المحاضرة الجاية نكمل management of closed fracture. I guess بعد إن محاضرتين ونكمل المادة. شكرا جزيلا.